اهلا بيكم مرة تانية معانا الباحثة هوايدة السيد، باحثة في شؤون المرأة القديمة. اهلا اهلا وسهلا بيكي، اهلا بيكي. نورانا. ميرسي خالص. ميرسي. عايزين نعرف حقوق المرأة، كلميني عن حقوق المرأة من القدم. المرأة المصرية القديمة كانت بتاخد حقوق اكتر كتير قوي من حتى يمكن اللي موجودة دلوقتي. هي كانت ست مثقفة جدا، متعلمة جدا. كان في اول دكتورة في الطب القديم كانت اسمها ميريت. كانت مهتمة جدا بكل حاجة، مهتمة بشكلها، مهتمة بجسمها، برشاقتها، مهتمة ببيتها. كان لها حقوق كزوجة وحقوق كامرأة مصرية في مصر القديمة، إنها بتتعلم وبتربي وبتهتم بكل تفاصيل حياتها. فهي كانت ست مميزة جدا ومقدسة جدا، وبتاخد معظم حقوقها أو حقوق كتير أو حتى مش موجودة دلوقتي. طب هي في تشابه بين المرأة القديمة والمرأة حاليا؟ لا مش كده، يعني هي ممكن تكون هي الاصل. يعني صحيح الدنيا بتتطور والمفروض ان هي بتبقى دلوقتي احسن كتير، لكن هي المراه المصريه كانت هي مقدسه جدا، بحيث انها كان في ملكه، كان في وزيرات، كان في دلوقتي في برضه، بس مش تخيلي بقى فرق الزمن. يعني فرق الزمن كبير جدا، ان هي كانت مصر القديمه راقية، دولة راقية جدا، عظيمة جدا. فكان دايما الدول العظيمة بتبقى اهتمامها المرأة عظيم برضه. فهي كانت ست يعني بتاخد حقوق واجبات في ملكة، في يعني كان في ناتر اللي هو زي كأنها إله، إله للحب، إله للجمال، إله يعني ما لا ما حصلتش ان هي تاخدت دلوقتي نفس الحقوق يعني ولا فرق الواجبات. لا كتير. لا لا، دلوقتي مش هتبقى زي المرأة المصرية القديمة أبدا. ايوه، هي سبقت زمان، سبقت العالم كله. بالظبط، هي الإمبراطورية المصرية كانت سابقة كل الكون يعني أساسا، ايوه. فكانت مقدسة جدا الأمر. كيف ابرزت فنون التجميل جمال المرأة؟ المرأة المصرية كانت بتعتمد على الحاجات اللي موجودة في الطبيعة، كانت بتستغل كل حاجة موجودة في الطبيعة، زيوت طبيعية، يعني الكحل انت عارفة، الايلاينر حتى هم اللي اخترعوه اساسا، ورسمة العين دي كانت اساسا مصرية قديمة ومشهورة بيها لحد دلوقتي، يعني في الكتب مكتوبة. يعني استخدامها يعني في المتاحف هتلاقي المشط، العاج المعمول من العاج او من الخشب، هتلاقي البروكات موجودة، كانت موجودة ومن الشعر الطبيعي يعني. وفي متاحف بره بوريك مصرية برضو موجودة فيها، هتلاقي مهتمة بالفساتين، كانت بتلبس الكتان القطن اللي هو جاي من الطبيعة برضو، وبيبقى برسومات جميلة، وكانت في الغالب بتفضل اللون، الألوان الفاتحة. يعني مش هنلاقي في المعابد يعني قوي ان حد لابس اسود او كحلي، او في الغالب هي مبهجة، أيوة، ألوان مبهجة مبهجة جدا في على الغالب. المعابد لغاية دلوقتي. الروج كان مستخدم، هتلاقي حتى الأدوات اللي بتستخدم فيها المكياج كانت موجودة أياميها. شايفة دلوقتي وضع المرأة ايه في الوقت الحالي؟ وضعها ايه؟ وضعها في الوقت ده بتتطور، بس طبعا لو بصينا لجداتنا بقى المفروض نتعلم منهم. هي كانت ست برضو يعني دلوقتي في تعليم وفي ثقافة وفي بتشتغل، وبس المفروض بتهتم اكتر اكتر كمان من كده، ان هي تبقى عايزه تثبت وجودها، يبقى كل همها مش ان هي تخلص شهادتها وتتجوز، يبقى كل همها انها تثبت وجودها، تثبت انها بتعرف تشتغل، بتشتغل كويس، بتنجح في كل مجال هي بتدخله. يعني انا اقصد ان هي ما يبقاش تفكير ان هي بنت بتتعلم عشان هوبا تتجوز وتفكير، لا يبقى في طموحات اكبر من كده، طموحات اكتر ان هي بتثبت وجودها كانسان، بالتالي طبعا هتبقى ست ناجحة في بيتها يعني بالتأكيد. يعني طب وجهي نصايح للست المصرية دلوقتي. أنا الست المصرية رقم واحد تبقى جميلة، أنا بالنسبة لي بحب يعني أحبها تبقى جميلة زي جدتها، يعني إن هي تبقى مهتمة جدا برشاقتها بجمالها، وطبعا العقل والتفكير لأنهم كانوا مثقفين وكانوا بيقروا وكانوا متعلمين، ده مهم جدا برضو. واهتمامها لا ببيتها وجوزها، تفضلي. واهتمامها ببيتها وجوزها. الراجل طبعا كان برضو هو كمان مهتم جدا،
يعني الزوج المصري كان برضو المصري القديم يعني كان اللي هو يعني كان في ثقافة الرومانسية فيهم، يعني اللي هو بيهدلها وردة وهو راجع من الشغل، هي بتقابله بابتسامة، مش عارفة الحاجات اللي هي بقى الايه اللي مفتقدينها في الحياة اللي هي دلوقتي، اللي هي بتاعت الناس كلها مشدودة ومتعصبة ومش مستحملة بعض ونصاب طلقة كبيرة وحاجات كده. لا كانت الدنيا أروق طبعا، وكل الناس شايفة حقوقها ازاي، كان الراجل المصري رومانسي جدا كمان. طيب دلوقتي عايزين نصيحة للأم المصرية اللي عندها بنات علشان تطلع لنا جيل قوي كويس، أم كويسة بتربي جيل كويس بتقدم للمجتمع بنات صالحات، نقولها ايه؟ ننصحها تعمل ايه؟ هي أو في الأول طفولة كويسة عشان تطلع البنت كويسة، يعني في الأساس لازم البنت وهي طفلة ما تكونش بتفرق بينها وبين أخوها، ده في الأساس. يعني ثقافة بقى إن الولد أحسن والبنت أحسن ده مش مفيدة أبدا في أي مجتمع. الطبيعي إن هي بتربيها زيها زي أخوها، نفس الحقوق نفس الواجبات، الاتنين ما بيفرقوش عن بعض أي حاجة، بتقوي شخصيتها بتخليها معتمدة على نفسها بتقدر تواجه الحياة. والتعليم طبعا ده حاجة مهمة، ده حاجة أساسية، كل البيوت بتعلم ولادها دلوقتي، بتعلم بناتها، بس أيوة. تعليم اللي هو تعليم الحياة كمان، إن هي تهتم بشغلها، تهتم بشكلها، تهتم بالمجتمع اللي هي عايشة فيه، مشاكله إيه، ظروفه إيه، يعني ما تبقاش هامشية، يعني إن هي قاعدة خلصت مستنية تتجوز، لأ مشاركة في الحياة. يعني احب لو هي في جمعيات بتساعد فيها، في اطفال بتربي فيه، يعني تبقى نشيطة يعني في أيوة. مجتمعنا محتاج يعني. ايوه طبعا. ايه اكتر حاجه حضرتك استفدتيها من دراستك في المصريات؟ أنا مغرمة إلى درجة الهوس بالدولة المصرية القديمة، لأنها كل حاجة فيها كانت يعني على درجة عالية جدا من الرقي، من العلم، يعني مش هم بس كان عندهم، لا كان في رقي وفي علم وفي اهتمام يعني هم اكتشفوا حاجات كتير قوي لسه العالم لحد دلوقتي مش عارف يعرف هي ايه اصلا. فالمرأة المصرية القديمة ست شجاعة متعلمة مثقفة جميلة مهتمة جدا بشؤون بيتها وبعيالها، انا حاساها يعني ان هي كانت تركيبة كده ممتازة. حضرتك يعني راقية جدا في ميرسي التعامل وفي الكلام ميرسي وفي جدا. كده، هل دراستك بقى اللي مأثرة عليكي كده ولا انت طلعتي كده ازاي؟ يعني اكتسبتيها الرقي اللي حضرتك فيه دوت ميرسي من خالص. دراستك ولا من فين؟ ولا من نشأتك ولا من فين ولا الاتنين مع بعض ولا ايه؟ لا كل انسان بيبقى يعني تبع ظروف بيئته، تبع يعني هو نتيجة للبيئة بتاعته. فطبيعي لما بتقري في حاجات وبتشوفي الناس بتعمل ايه وبتدخل مجتمعات فيها الناس بتتعامل كويس، مداركك بتوسع اكتر، ما تتعلمي يعني بتقري اكتر، بتقابلي ناس احسن. لا الانسان تراكمات من الخبرات يعني. ايه اكتر حاجة بقى غرستيها في اولادك وخصوصا البنوتة؟ الثقة بالنفس ده شيء أساسي، ايوه. اللي هي يعني بتاخد القرار طيب بتبقى فكر فيه عرفينا ازاي البنت تبقى عندها ثقة في نفسها من صغرها؟ من صغرها، اللي هي عدم التفرقة ده الأساسي. ايوه الأساسي البنت زي الولد. البنت زي الولد ده أساسي ايوه عشان هو ربنا خلقهم كده، ايوه المساواة. مش اللي ايوه هو ده احسن من ده او البنت تخدم اخوها او الحاجه. انا ضد القصص دي، انا في القصص ان هو البنت زي الولد بيتربوا زي بعض أيوة. واثقين الاثنين نفس التربيه نفس الاخلاق، هو مش مميز عنها في حاجه، معرفش اذا كانت دي بقى هتبقى نسويه ولا ايه، بس ان هما الاثنين نفس التربيه نفس كل حاجه، بتطلع واثقه بنفسها مش حاسه ان هي اقل منه. وطبعا الحوار، انا شايفه ان أيوة. الحوار بين الام وبنتها بالذات ده حاجه اساسيه جدا، مفيش حاجه اوامر، في حاجه بنتناقش، طول ما بنتناقش بنوصل لحل وبنقتنع احنا الاثنين، مش ان هو انا بامر فالاوامر بتدي نتيجه انك بتعملي حاجه من ورا الحد من ورا اهلك، لكن طول ما انت الدنيا مفتوحه انك بتتناقشي فكل حد بيعرف حدوده ايه وبيعمل ايه وبيعملش ايه، وثقته بتبقى احسن. عايزين روشتة سريعة علشان يعني نبقى زي تبقى المرأة زي المرأة القديمة. تعمل ايه دلوقتي؟ روشتة، قولي لهم روشتة سريعة.
الريشات السريعة يعني تحافظ على جمالها ازاي وعلى نفسها بتحافظ على جمالها وعلى ازاي؟ رقم بيتها؟ واحد بيبقى النظافة طبعا، ايوه ده أساسي، اللي هي كل حاجة نظيفة، بتبقى اهتمامها بجسمها، بالثقافة اللي هي بتاكل ايه، بتشرب ايه، ده يعمل في بشرتها ايه. طبعا دلوقتي الستات بتهتم اكتر من الفترة اللي قبل كده، بس هي في الكنترول بيسألوني وتحافظ على جوزها ازاي؟ تقريبا عندهم مشكلة. هي تحافظ على جوزها ازاي، دي حاجة مشتركة. اللي هي كانت لو بصينا للمصرية القديمة، كانت هي ست بتعرف تقابله كويس، اللي هو ست جميلة مبتسمة بتقابل جوزها وهو بيدخل بوردة، فهي الدنيا كانت، الله. الدنيا كانت يعني عارفة الاتنين تمام. فلكن هو لو دلوقتي هيبقى الحوار برضه، يعني مش حد بيفرض رأيه على حد، الاتنين بيتناقشوا. الراجل ممكن بره بياخد القرارات، بس بيتفقوا على القرار اللي هياخدوه، يعني بيبقى في اتفاق، في حوار. يعني انا حاسه ان هو لو مش الحوار بينهم الاتنين، هتبقى الحياه مش سهله، وده هيأثر على الولاد برضه وعلى البنات كمان اكتر. البنت بتحب تشوف امها في وضع مش كويس، ان هي مهضوم حقها، بتتعامل وحش، ده بيأثر عليها هي شخصيا بعد كده. نشكر حضرتك، ميرسي خالص. نورتينا، ونتمنى ان يكون الساده المشاهدين يعني استفادوا اهلا من بيك، الكلام اللي حضرتك قلتيه. نورتينا، وان شاء الله لينا لقاءات تانية ان شاء الله. ميرسي خالص، وميرسي جدا الف للجمهور. شكر ليكي، الف شكر. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي جدا. الاستاذه هويده السيد، باحثه في المصريات، نشكرك. ميرسي خالص حبيبتي، ميرسي خالص. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، تصبح على خير.